هذا وقد توفي 3 أطفال سوريين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وتضاربت الروايات حول سبب وفاة الأطفال، وبينما ذكرت عائلتهم وذكر نشطاء سوريون أن الأطفال توفوا نتيجة البرد القارس حيث يقع المخيم في منطقة صحراوية، ردت إدارة المخيم الوفاة إلى أمراض سابقة، قالت إن الأطفال كانوا يعانون منها قبل قدومهم من سوريا. ويشكو اللاجئون في المخيم من أن الخيام لا يقيم أو لا تقيهم من البرد، وليس فيها مدافئ إضافة إلى نقص الأغطية الشتوية. ينضم إلينا من مخيم الزعتري عند الحدود الأردنية السورية الناشط الإعلامي حمزة الحوراني. سيد حمزة الحوراني، ما ملابسات وفاة هؤلاء الأطفال السوريين 3 في مخيم الزعتري؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بداية الرحمة على أرواح الشهداء والحرية للمعتقلين والشفاء للجرحى. أختي الكريمة، كما تحدثت قبل قليل عن وجود المخيم في منطقة يصعب على الإنسان المجهز بجميع ظروف الحياة التأقلم معها نتيجة تواجده في منطقة صحراوية، ويعلم الجميع أن الصحراء خاصة ليلا يشتعل البرد بشكل عنيف، ونعلم جميعا بأن المخيم واللاجئين حاليا يقيمون في خيم لا تقيم من هذا البرد، ولا يتجاوز 10% فقط من ساكنين من هذا المخيم الذين يسكنون في الكرفانات التي هي أدفى نسبيا بالنسبة مقارنة مع الخيم. فأختي الكريمة، يعود السبب الرئيسي للبرد الذي يجتاح ولعدم توافر الشروط والظروف الإنسانية التي يعيشونها داخل المخيم. بالضبط. شكرا جزيلا لك حمزة الحوراني، أوضحت لنا الظروف التي يعيش فيها الأطفال السوريون في مخيم الزعتري والتي أدت إلى وفاة 3 منهم بسبب البرد القارس. شكرا لك حمزة الحوراني، كنت معنا من الحدود الأردنية السورية من مخيم الزعتري.